رجب صباح الخير. صباح وشتا انت. صباح وشتا شيل عن اشي. ادي بابا. بعرف وداد ايش بس اسلافهم. انت كيف بده بسافر بيروت بعيدة وانت بده بخلف. انت ما كان لازم بسافر وانت تعبيني. شو بقى وداد زلغوت ليه ما بيردو؟ ان شاء الله بزلغت على قبرك يا اكوب. قبري انا؟ قبري هيدا باسي. قبري انا ماشي. ما مثل قبرك انت واقف. ما بيزمر. ما بيتحرك. ما بيطلع طلع. ما بينزل نزلي. ما بيغير موتير. ما بيطلع دخان بابا. كريمو كيفك انت؟ لك شو جايب انت كريمي؟ مكدوسة يا ورمة. انت ما خلى شي بالبيت انت؟ ليه ما جبت باباكي معي؟ هدي لي شوفي كريمة. هدي هاي. شو هدي كريمة؟ هدول مخطوطات كاتبهم بي ابو سالم بخط ايده. كريمة انت بدك تعملي استاذ مدرسة ببيروت ها؟ ليش لا؟ شو ناقصني؟ شو وداد؟ ما بدك تطلع بالباص؟ تطلع روحك شو بتضلك قليل؟ الله لا يكبرك. طيب طيب أنا بطلع. أهوى جمالك يا جميل يا حضرة المولى الجليل. قد زاد شوقي والغرام إليك يا خير الأنام. جد باللقى وابر السقام يا سيدي إني عليل. يا سيدي إني عليل. بعيدة سفرتهم؟ الله أعلم. يمكن يوم يمكن يومين يمكن سنة يمكن سنتين. يا ترى راجع يا كريم. يا أهل السرار النشامة بحب خبركن إنه أبو عبد الرزاق راح يبيع بضاعته بتراب الأرض ويمشي راح يلاقي أرحمه. يا جاء بني آدم. يا أهالي السرار النشامة بحب خبركن إنه أبو عبد الرزاق راح يبيع بضاعته بتراب الأرض. فقلت له بروح فقلت له لسه قال له جوا كابي ليه لك يا أزمرهم أقوم أقوم صح علشان أبو دان عم تخلف. زلو زلو من الباص رجالي لحظة من الباص ودل نصالك يلا زلو زلو بسم الله الرحمن الرحيم. كريم ما بتفهم زلني الباص. قلت له انا بده يخلف بباص. قلت له طريقه طويل. يلا يلا حبابي يلا خلك حدا يساعدني المرا عم بتموت. كمان شدي كمان. Ah!
شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. المطر إكراما لحبيبك محمد، ترزقنا المطر إكراما لحبيبك محمد. يا أهالي السرار، كل على قعدوا لك، ما بدي أشوف حدا واقف ولا الكل على الأرض. باسمكم جميعا سنرى فيلم السينما التي بعثته لنا المحافظة. هذا الفيلم انعرض بكل سينمات العالم، شافوه الامريكان، شافته فرنسا، لك حتى الانجلاند شافوه. باسمكم جميعا يا اهالي السرار نشكر وزارة الارشاد القومي قسم السينما. ولا نفس ولا همزه، مفهوم لك؟ عم بيقولوا انه هذا الفيلم بيحكي حكايه مره اللي قتلت جوزها وتجوزت اخوه. بلا حكي لك، انا ما في حرب بالفيلم، هلا بنشوف. بلا حكي لك. لك سكت الحصان يا حصان، سكت لك. شايفه مش المره اللي بتقتل جوزها وبتتجوز اخوه، هذا فيلم اسماعيل ياسين. لك بلا حكي ولك. كريمو حرام ويداد تعبان كتير، لازم نوصل بسرعه بسرعه لبيروت، سمعتي؟ عمر الشقي بقى يا اكو. ايه؟ المهم لما بتسوق ايه؟ ما تطلع لورا وترقص عيونك. عيب يا كريم، انت بيحكي مع حد وبك يعني برقص عيوني؟ اذا مثل ما انت بتقولي تاع انت بطبل وهجوم بيرقص. يلا اطلعي اطلعي انت. لك سعد، مو حرام يضيع منك هيك غزال؟ برد صحيح اقوب اللي بتخلف بباصك شو بكون جنسية ابنه؟ هقوبية كريم، هقوبية بابا. يلا اطلعي. أيها الأخوة المستمعون، يا جماهير شعبنا العظيم، إن مقاتلين الأبطال قد دافعوا عن السويس بدمائهم وأرواحهم. إنهم دينك يا أبو النصر، دينك يا أبو النصر، حيوا جمال، حيوا حيوا جمال، حيوا حيوا جمال، حيوا يحيى البطن اللي جابه، اللي جابك، اللي جابني، اللي جاب الشباب العبضيات، العبضيات، بس مش نخرق. زلفا يا ابو الزلوف، زلفا يا صبية، حيوا احلى جمال ناصر يا عيني. بوس حبيبي بوس، هذا اللي ما عنده رصاص ارتد لورا، هيدا اللي بده يرجع للأمة كرامتها. بص عالهوارة الهوارة، يا محلى زنود وأسوارة، بنية الحلوة لجمال والباقي شنتان الختيارة. عالهوارة الهوارة، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب. لك ايه جمال دخيل هالاسم اللي ما بيخيل؟ لك يا جمال راح لجمال عبد الناصر تيدمروا سوا تربيلات إسرائيل. أنا لما بيجيني محروس بدي سمي جمال، في أحلى من الجمال؟ ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب.
بخير شو بيبقى اخر الليل؟ دخيلك وداد. شو ما وداد؟ عم بتموت دخيلك لحالي. وداد وداد اصحي وداد، يمكن حمى نفاس. وداد لازم ناخذها على المستشفى. زمرد تعي احملي معي ولا قلي احملي شمس. لا يا وداد لا، من يوم ما لفيتي ليوم ما غديتي ما عرفتي يوم سعد. هذا اللي انت شاطر فيه، تأتأ والنهنهة والبكي والضحك. زمرد يا زمرد، شو وداد ماتت؟ لا عم بتموت. زمرد هدول كل شي معي. والله وفيك خير يا كريم. كريم تعشي معي. آخ يا أقوب آخ، هلأ مرة بتهرب يوم يلي بدها تخلف فيه. شو بتسميها بتسميها مرة عاقلة؟ الله يسامحها. وحياتك وحياتك طلعتها من البيت مثل طلعت روحي. يا ريت كان يومي قبل هاليوم. الله يسامحها. انت اللي عبي بكو ست نجمة، انت قلت له روح، شو ذنبه انت؟ هو راح لك. وين بدنا نودي وشنا من الناس؟ شو بدي اقول لجوزها اذا رجع وسأل؟ سأل ولا مكتوب ستة؟ طيب أنا بدي يسأل مشانك. أنا ما بيقدر يرجع، ما بيقدر يبعد مكتوب ولا وستة نجمة. إبراهيم يا عم إبراهيم، دخيلك يا أقو. لك يا عم إبراهيم، تلاقي لي صرفة مع هالزلمة يلي الله لا يوفقه. ولا يهمه ستة نجمة، أنا لا بيصرفه بيصرفه نهائياً. وحياتك يا أقو وحياتك، إنه وداد ما طفشت إلا بسببه وبسبب الإشاعات يلي طلعها عليها وعبيت السرار. ليه ما خلفت بالضيعة؟ شو يلي جابها لهون؟ عجيبة عجيبة هالمرة، هاي خارجة تحبل وتخلف. ولك يا عمي هي حبلت وخلفت وما شاء الله عليها، بس قولي الله يشفيها. ايه الله يشفيها، بس ما بتريح البيت. لو مشيت مثل الناس والخلق وسمعت الكلمة كانت هيك حالتها؟ شبه حالتها يعني؟ يعني حالتنا أحسن؟ كانت حالتها غير حالة. كان مرات بيك حطتها بعيونه ومرته مدللتها أحسن دلال. قال شو؟ بترجع على السرار. ايه رجعي وتجوزي وهي النتيجة. لكانت ترضى بعيش السرار ولا عرفت تعيش هون. لك لو بقيت عند خالتي نجمة كانت حطتها بقلبها. بدنا سكر. الو ضعت السكر. استاذ سامي استاذ سامي، بحب احكي معك كلمتين. خير سليم؟ ان شاء الله فرقني بحالي. ايه ول 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 يا زلمه، ما حدا بهالبلد عم يتحاكى. ايه شو بدك؟ احكي كلمتين وخلصني. هن مو كلمتين، كلمه ورد غطاه. عم بيقولوا انه وداد جابت ولد الخالق الناطق جواهر. هاي 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 ش ش ش ش. هو بيخلق من الشبه 40 بس. عليم الله ويدات بتستاهل مو بس مقرفون جواهر. لود ودي كنت أنا رهنت البغلة والمرأة والمطحنة والدكان بس تطلع فيني. يخرب بيت العلم والمعلمين، قلنا له كلمة ورد غطاها ما قدر يتحملون. إيه عنده حلاوة ما عنده سنان. شو عم تقولوا لك؟
عم قول اخ للي عنده حلاوه وما عنده اسنان. لك اسنان شو؟ ميكروفون شو؟ ولك واحد مثلك معه ميكروفون وبتخليه يتفر من بين ايديك يا رجل. استحي يا رجل، عن مين عم تحكي انت؟ عن يلي. يلي مين؟ يلي اخ يا جواهر اخ، ولك كيف بتطير من ايدك عصفوره وبتخليها تهرب من بين اصابعك؟ لن افهمك يا سليم ويا حواط، لا اعرف. لك عن شو عم يحكوا جوز الشحرير؟ ناس بلا ذمه وبلا دين، الاحسن ما نسمع. يا ما احلى الطرش حتى الواحد ما يسمع اصواته. لا حول ولا قوه الا بالله. لك نسونا نعطيك الخبزات. تفضل يا اختي نجمي. لامتى بده يتم خبزاتي من دياتك؟ يلي جاي هقلب كثير من يلي راح. سبحانك يا ربنا، اول ما حط العجينه بالتنور ولاد الرغيف لابو سالم بيطلع مأمر. السلام عليكم. الله معك اختي نجمه. كول خيي كول. قول خيي قال. اسأل الله لما كنا ديوق. بضحك عشان استينا شمس وشمس الشمس. وين شمس؟ بدي شمس، عطوني شمس. حبيبتي حبيبتي وداد، يلا اصحي مسكي خدي اصحي. من فاس يمكن تقتل صاحبتها، يمكن تجننها، بس مرض ما بيعدي. يلي بيعدي الجدري، الطاعون، كمان الانفلونزا. حمى نفاس ما بتعدي. حمى حمى نفاس والبرد على ودنه والحالة حالة نعاس. يا رب يا رب يسعد له. عجبي عجبي. شو بيع يا جماعة؟ البنت هي ما أكلت من ثلاث أيام، كيف ما بده يصير مع حمى نفاس؟ لازم تكون ودعي. اخ عماد ناولين علبة سردين، بعدنا بلا اكل. وليش مخبر كيفك بعبك؟ استر ما بيقتل المال الا صاحبه. ومال عمار على الدفتر ما؟ والحساب بيجمع. من وين؟ من وين عمر بدها تطعمي كل هالامم؟ ايه لو اني بنك انت كنت في اللزق. استني شوي بتشوفي كريم عم تلعب المصاري بايده لعب. امتى؟ ما الدنيا عم تركض وانت قاعد. النمله النمله اللي هي نمله بتخجل تقعد، حبي فوق حبي بتعمل كوارث قمح. هاي النمله مو كريم. كريم كريم ديب. بضربي وحده بضربي وحده بحط ايدي عشلية غنم. ليش انت ديب يا كريم؟ ييه يا معتر، ما انت حصيني كلك ديل. بفهم من حكيك انك شايفي ديلي؟ خلاص ولا؟ لك كريم؟ شو هالطاقية اللي بتضل لبسها؟ شوفي قمر، يا قمر، الشحادي اللي مثلي إذا خلع طاقيته بيبرد، ساعتها بصير بالزلط. الله وكيلك. يا جوز! يا جوز يا جوز! واحد في واحد! وحده يعرف النية. يا واد بخبي ايه في المشربية؟ ها؟ هات ودنك وطاطي تلاقي جوز واقفين، خلي ساسي في راسك ونقط لي الطاقية. قمر هلا انت ليش ما بتتجوزي لرضا؟ لانه أدني طوال ما؟ لا انت اللي أدنيك طوال.
قال الصدف كلمته. قلنا هي نسمة. قال الصدف كلمته. قلنا هي نسمة. سمعنا غنوته. صبحنا على فكرة. يا بح! يا مية! يا بح! يا مية! شط الغرام سارح. يا موج يا جارح. خد قلبي وديني. ايديك عديني. زي المراكبية. يا بح! يا مية! يا موج! يا جارح! شو اسمها هاي؟ اسمها بيضة. ودرسنا اليوم يا أبنائي اسمه كان وأخواتها. لو قلنا يا أبنائي كانت الدجاجة بيضة فما هو إعراب بيضة؟ شو إعراب بيضة يا أبني؟ خبرك أنا أستاذ. مظبوط، بس ما قلت لي منصوب مرفوع شو حركة الخبر؟ أيوة. طيب كان بيضة بالإنفي عند أهلك. بكرة بتجيب معك بيضة. شو بدي أجيب معه بكرة؟ محل ما بترزق الزق، هيك قال المثل. يعني شو مساوي اذا اهلنا زتونا باراضي بور هلكانه؟ شباب كتار راحوا على الارجنتين، كتار راحوا على فنزويلا، على البرازيل. ابن الوردان راح مشي على ايطاليا، صار اسمه سنيور وردان. ولاده كلهم سنيورات ومرته السنيوره، وامه بعدها خبازه. كان اسمه نجمه، صاروا ينادوه لام السنيور. رجع السرار قال بده يساوي سينما لاهل البلد. انبسطنا، صار عنا عيد، وزعنا اولادنا، واحد لبيع البزر، واحد لبيع الكازوز، وفرنا فوره وحده. ورجع السنيور على ايطاليا وما حدا سمع عنه خبر بعدها. المشكله انه اهل البلد استعجلوا، جابوا شوالات بزر وصناديق كازوز وبيال، ولا السينما تعمرت ولا السنيور رجع. مين وداد هاي؟ شو حكايتها؟ ولا شيء. هاي مرت السنيور. قال لأمه بدي اتجوز بنت من بلادنا مشان بس ارجع لاقي فراش وغطى. من وقت اللي تجوز وداد حبلت، بعد 9 شهور خلفت. كيف رديت تتجوز وهي بتعرف انه مجوز سنيورة بإيطاليا؟ قال انه رح يترك السنيورة وإيطاليا ويرجع لهون. قال له استنيني ايام وبرجع وبجيب معي كل مصرياتي وتنقبر إيطاليا هي وأهلها. شو بعدها ما خلصت حكاية السنيورة؟ كيف بدها تخلص؟ ما هو السنيور اللي بيخلف سنيورات لإيطاليا بيخلف اولاد مشردين لبلده. شو يا بنت؟ شايفتك كتير بتكرهي السنيور. بكرهه؟ لا لا ما تقولي هيك. السنيور قبل ما يكون سنيور بيكون ابن خالتي. مخبازة؟ هي خبازة بس زرافة، اخت رجال، هي ست الستات. قبل ما يصير السنيور سنيور كانت تحمله عكتافة من السرار لأم الخوابي مشان يتعلم قرآن ويتعلم فرنساوي. فرنساوي؟ وين؟ عند نفس الشيخ. الشيخ كان بيعرف فرنساوي من زمن الفرنساوية. وتعلم؟ تعلم، وتعلمت هي أكتر منه. كانت هي قاعدة وراها تسمع الدرس وترجع على البيت حافظته عن غيب. طيب ليش ما فتحت مدرسة بدل ما تبقى خبازة؟ علمت نص ولاد البلد قرآن وفرنساوي، بس بتقول إنه رغيف الخبز اللي بيطلع من تحت دياتها بيسوى كل الفرنسيين وسينمات إيطاليا. وكيف سمحت لأبنا يعمل هالعملة مع وداد؟ يا أختي الكذب مدرسة أكبر بكتير من العلم. مدرسة لا بدها شيوخ ولا بدها جامعات، بدها واحد حاطط ضميره ورا ظهره وماشي. بغل في طنبور ما في كير في رجال ما في راس
في مخ مسك جوع كانت روزا إذا بدها تنزل من السيارة ما ترضى غير تكون أضواء كلها مشعشعة حتى كل الخلق يشوفوا جمال الخلاب. كانت تقول بلا ضوء تبين النسوان كلها مثل بعضها، بالعتمة ما تبين البقرة البيضة من السودة، إما بالضوء ببين كل شيء. يا أخ أنت بقرتك بيضة ولا سودة؟ خطبة مباركة مراد بيك، شرفتنا بزيارتك. شكراً شكراً. هو الحقيقة كنت بتمنى زورك بغير هالمناسبة. الهيئة الشاب عزيز عليك وحضرتك عزيز علينا كلنا. صحيح، صارت نص البلد متصل فينا لنفرج عنه. كنت متأكد انك رح تتعاون معي، رجل عمال معروف، ولما انسان مثلك يقول على كفالتي هيدي الكلمة شاك، وهيدا الشاك بينصرف بكل بنك مراد بيك. يا سيدي بشكرك على لطفك. نعتبرها مسألة عرضية. عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، المهم أنه هيدي القصة كانت السبب لتعارفنا الشخصي وسبب لتعارفي مع أكابر كتار. المهم أكون زعجتك. المهم حضرتك ما تكون مزعوج ومرتاح. مرة تانية بقلك عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم. لحنا لما منحكي منحب نشوف عيون اللي عم نحكي معه، إذا عيونك ما لهم شغل منشيلهم. شو قلت؟ سعد الوردان تعال معي. شو افراج ولا عفو؟ هات هات قم معي. يلا ضابط عمزك كبار يا أمي، الله يخليك كبار. بيجي السنيور ولا ما بيجي؟ الله يجعل ويجي. يلا هي أنت طبتي وصرتي مهرة، قومي خلينا نروح ونخلص من هالمشفى. يا أختي حدا بيترك المستشفى بالليل؟ بكرة أكيد حيطلع الضوء تبقوا بتفلوا. ليش يا أختي، هي هي صحته وعين الله عليها. قومي حبيبتي خلينا نروح. قومي. مراد بيك، ولك مراد بيك. ابتعثي مراد بيك. ليش اسمه مراد بيك؟ لأنه بيك، ابن بيك، ابن بيك، ابن بيك. تعرف يا أمار، أنا كان ممكن روح الكركون قلن هاي يلا طلعوا لنا سعد. ايه ما بدأ ايه كانوا دحشوني بداله. ول 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 لا ول 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 لا لا. واهلا وسهلا باللجان. واهلا وسهلا باللجان. وبيك يا زينة الشجعان مربى مربى لفوده، مربى مربى لفوده. فمن تونس لبلاد الشام ما بيلزمك شهوده، ما بيلزمك شهوده. شيل الفرد وحط الفرد وقلي وين البارودة، وقلي وين البارودة. اويها كسرنا بيضة طلعت مصفارين. اويها كل العالم بفرحه ونحن بفرحتين. اويها اهلا بالبيك، وينك وين؟ يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه يا سعد يا حبيبي. اهلا وسهلا تفضل. من لما مسكت الإبرة وهيدا الطير مرسوم على كل لوحاتك شي فظيع، نفس الطير نفس الألوان نفس الاتجاه حتى نفس حركة الجوانح. لو منجمع طيورك كانوا عبوا كل السما.
الله وحده بيعرف هالطير شو له حسنات عليك وعلى هالبيت. بس ماما أنا زهقت من الرقص والمدرسة والبيانو وبنات العيال. ماما علميني أشتغل كانفا. من لما كنت صغيرة علمتك تشتغلي كانفا. أي من تونس لبلاد الشام ما بينزا معك تشوديك. من تونس لبلاد الشام ما بينزا معك تشوديك. شالوا لحدتو كسر بلنا لحدوديك. تعرفي إنه هالولد كريم لذيذ كتير؟ من لما خلق هيك مطبل بالدنيا مزمر بالآخرة. شوف يا سعد، لو كل إنسان بيطالب وبيدافع عن حقه ما بيكون في مظلوم بالدنيا. السكوت بيساعد الظلام والزعران والحرامية. أنا حبيتك يا سعد، إنما في شيء حابب هلأ أفهمه. عود. أنت ليه تركت ومشيت بدون ما تاخد مصرياتك؟ سافرت أو هربت ما بيهمني الأمر. حدا من بيتنا أزاك؟ المدام؟ المدموزيل الصغيرة؟ خالد؟ يا سعد أنا بحب اللي بيشتغلوا معي يبقوا معي، وخصوصا إذا كانوا مخلصين مثلك. قلت ما بدك تشتغل بالفيلا، قلت لك اشتغل بالإسطبل واهتم بالخيل. مش حرام يا ست قمر؟ مش حرام اللي مثله يتركني؟ انت بتعرفي شو كنت بقدر اعمله. كنت بعمله مصارع، كنت بعمل منه بطل. خده معك، لو كان عندي خي مثله كنت عرفت شو بدي اسوي فيه. انت بتعرفي شو بحب حافظ على الاشياء. هالمنديل اول هدية من المدام، 40 سنة عمره وبعدني محافظ عليه وبزهوته. أمر أنت ليش ما بتنفضي هالدكان وبتحاولي لقهوة؟ يعني كم طاولة، كم كرسي، كم فنجان قهوة، كم أرجيلة؟ من وين يا بيك؟ رسمان الدكان صار ديون للناس، أنا فاتحة كية مش دكان. إذا حسبتيها صح بتلاقيها أربح لك. يسعد هالمسا عم جابر. ومساكي خير. بدي أخذ من الشاي. لقي على قد اجرك؟ لينت الدنيا، هلا فطنتي الصباح رباح. رباح ولا مو رباح؟ بدي اخذ من الشاي. اذا كان هيك شرفي نقي، قديش نمرت رجليك؟ 7. دوري بالصبور دوري. قولتك هي بتنلبس؟ لك يا بنتي لو بتنلبس، ما كانوا اصحابك كبوها. لك يا ليش رحت ادور؟ لانه الصباح مو رباح عندك. سالتينا قلنا لك دوري. وسألتينا تلبس قلنا لك لو تلبس، ما كانوا أصحابك كبوها. يعني ما بتلبس؟ لك نشفتي ريقي يا عمي، ما بتلبس معه، يمكن معنا تطلع عالي العال. أحلى شي فيك لما بتنرفز. يلا يلا لقي لك شي كندر وتأسر بدي نام. خبرني هلأ أنت كيف بيجيك نوم بين هالصرامة؟ بدي أفهم. هلأ أنت بعمرك سمعتي أو شفتي صرماية بتطير النوم من العين؟ ولا قلك صباح رباح، روحي هلا وتعي بكره. تيسري، الله يسهل لك، الله معك. صدق اللي باردت. شي بدر، بدر ما هيك، سبحان الخالق. ابن مين بقصد؟ بيقربك؟ بيقربني؟ ايه بيقربني. هيدا ابن وداد، وداد اختي الصغيرة. اختك الصغيرة؟ وداد هيئتك ما تذكرتها. وداد، وداد اللي كانت تشتغل عنا؟ ايه هي ما غيرها. تجوزت وصار عندها صبي؟ الله يخلي لي اياه، هيدا مثل الأمر. شو صايرة بنتك تحيك بالكونفا؟ كرهاني عيشة الأكابر، بدها شرشحة، بتحب البهدلة، إديوت، فول.
لوين اخذي الولد ورايح؟ مع مين بدي اتركه؟ انا اسمي مين يا وداد؟ انا مو قصدي. اياك يكون قصدك. شمس مش الك وحدك، انت وهو مش الك وحدك، انتوا قلنا. يلا تيسري على شغلك واتركي الولد عندي. الله يخليكي، ديري بالك عليه. بابا المطر حلو، حلو كتير. يا بابا حلو كتير بس بعدين بتمرضي. يلا يلا. مالك شايف الدنيا طايفة؟ انتظري بس ليه هذا المطر بدل روح. ما بدل ما بدل، خايف عليه، خليني روح. لا تنسوا الاشتراك بقناة شوف دراما الثانية
ليصلكم كل جديد.